بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنشرح إزاي الطالب يستخدم حسابه على منصة إدمودو. في الفيديو ده هنشوف إزاي تقدر تتعامل مع الواجهة بتاعة الموقع. طبعا إحنا ذكرنا قبل كده بأنك تقدر تغير اللغة من هنا، فضلنا بأنها تكون اللغة الإنجليزية أثناء تفعيل رقم التليفون أو أثناء إضافة رقم الموبايل بتاعك وتفعيله. بعد كده تقدر تغيرها للغة العربية، عايز تغيرها تاني من هنا، حتى لو انت عايز تاخد فرنساوي موجودة، خد اللغة اللي انت عايزها. المهم دلوقتي في الصفحة الشخصية بتاعتك بتظهر البيانات بتاعتك، ايه البيانات اللي تم نشرها. لو انت عايز تنشر حاجة للمجموعات بتاعتك اللي انت موجود فيها او للفصول اللي انت مشترك فيها، طيب عايز تضيف ملف، عايز تضيف صور، تقدر بأنك تتصرف من هنا. بيتم نشر الحاجات المتعلقة بالفصول بتاعتك في المنطقة دي. طيب الوالد بتاعك مين هو؟ حاليا تقدر بأنك تعمل من الثلاث نقط دي الدعوة لولي الأمر بتاعك، فتقدر إنك تكتب رقم تليفونه أو تضيف الإيميل بتاعه. طبعا أضفنا قبل كده ولي أمر لينا من خلال أثناء تسجيل دخولنا، فهنا عمل لي الاسم بتاع الوالد بتاعك، إن والدك هنا اسمه ياسر. طبعا الحساب ده حساب تجريبي، والحساب الولي الأمر حساب تجريبي، عشان بس نشرح لكم إزاي بتقدر إنك تتعامل في الحتتين. طيب لو أنا كنت عملت سكيب للخطوة ديت أثناء التسجيل، أقدر بأني أدخل على الثلاث نقط ديت وأقول له دعوة لولي الأمر وأكتب رقم ولي الأمر أو أكتب الإيميل بتاعه. طيب الحالة التاني إن أنت تاخد الكود ده أهو وتديه، تاخده نسخ وتحطه في رسالة للبريد الإلكتروني لوالدك على سبيل المثال. وتبعت له الإيميل ده، ساعتها يبدأ والدك يقدر انه يدخل ويتابع المنصة ويتم التعرف عليه في الموقع بأن ده والد الطالب ده. تقدر تدخل من تابة الفصول الدراسية على الفصول الدراسية اللي انت مشترك فيها. طبعا احنا حاليا موجودين في فصل واحد، او فصل واحد هو اللي موجود عندك. لو انت في عندك اكتر من فصل هيظهر لك الفصول هنا. طيب لو انا عايز اضيف فصل، هقدر اني التحق بفصل. الفصل ده الكود بتاعه ايه؟ هتكتبه. طبعا الكود بتاعه انت لازم هتكون اخدته من مدرسك قبل كده، او هيتبعت لك ايميل عن طريق المدرس. تقدر تتابع من هنا التقدم بتاعك، ايه مدى تقييمك، ايه الاوسمه اللي انت حاصل عليها. تقدر تتابع المخططات اللي موجوده، ان في مثلا امتحان موجود في الوقت الفلاني، ان في مهام شخصية انت ممكن تقدر تعملها، انا عايز اعمل كذا، انا عايز احل كذا. وتقدر في نفس الوقت بانك تظبط الوقت علشان ينبهك لمجموعة من الامور. مثلا انت عايز في حصة دلوقتي موجودة معايا، او في التكليف المفروض باني اسلمه خلال وقت كذا، فتقدر انك تضيف في المخطط بتاعك هنا الموجود عندك. على سبيل المثال في عندي امتحان المستر نزله في الفصل بتاعي، فتقدر بقى تقول تقدم للامتحان، بدأ لك الامتحان. طبعا الامتحان ده امتحان تجريبي، بيعرفك بقى ان الامتحان ده بيتكون من 4 أسئلة درجاته 20 نقطة، وبياخد الوقت بتاعه 10 دقايق الحد الأقصى. انت لازم تكون خلصت الامتحان ده في خلال 10 دقايق. تقدر تكتب التقدم للاختبار. على سبيل المثال السؤال الأولاني عليه نقطة واحدة، ما تنساش إن في تايمر شغال فوق عندك، ما تنساش إنه بيقدر يحدد لك إيه هو اللي موجود عندك، أنت جاوبت كام سؤال. على سبيل المثال إيه اسم القصة المقررة عليك، هناخد عقبة بن نافع، بعدين هنقول له التالي، هل صليت اليوم؟ أنا مش هجاوب، هقول له التالي. طيب ليه قلت التالي؟ علشان اعرفك بان في امكانية لانك تقدر
تتجاوز اي سؤال، ومن خلال الاسئله ديت هتقدر بانك تضغط عليها هيقول لك ان في السؤال ده انت جاوبته صح، انما الاسئله الثلاثه دول فاضيين. فانتبه بان في عندك 3 اسئله فاضيين، هقدر باني اضغط مثلا على السؤال الثاني فهيرجعني للسؤال الثاني. طب هل انت صليت اليوم؟ اه صليت. هلاقي بان السؤال ده خلاص اتعلم عليه. طيب لو انا عملت خطأ هلاقي برضو بان السؤال ده اتعلم عليه وعلمه لك على اخضر بانه انت جاوبت على السؤال ده، مش بان السؤال ده درجته صح او غلط. السؤال ده خلي بالك عليه 10 درجات. طيب التالي ايه هو اسمك؟ تقدر سؤال عليه 4 نقط، تقدر بانك تكتب له الاسم اللي موجود على سبيل المثال ياسر. بعد كده اقدر اقول له التالي ولد عقبة في مدينة، على سبيل المثال هقول له مكة، وذلك قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام. انا مش هكتب الرسول، انا هتعمد باني احط اجابة خطأ. انا هحط مثلا قبل هجرة عمر بعام، علشان ساعة ما اقدم الاختبار ده يبقى عندي فيه إجابة خطأ، فأقدر أشوف الإجابة الخطأ ديت إزاي هتنعكس ديت على تقييمي. طيب أنا جاوبت كام سؤال؟ جاوبت 4 أسئلة. تقدر بأن في حالة لو عندك أسئلة كتير تقدر بأنك تضغط عليها وتقدر تشوف إيه المستوى. طيب أنا خلصت قبل ال10 دقايق، تقدر بأنك تراجع فتضغط على السؤال الأولاني التاني التالت الرابع، وتقدر بأنك تعمل تقديم للاختبار. طيب انا مش شايف الصفحة دي كويس، تقدر بانك تكبر الصفحة عن طريق كنترول والبكرة الماوس بتاعتك، او من خلال التكبير اللي موجود عندك هنا في الزوم بانك تقدر تكبر عادي الصفحة بتاعتك، فتبدأ ان الصفحة بتاعتك تتكبر عادي بشكل طبيعي، او كنترول وبكرة الزرار اللي في النص في البكرة بتاعة الماوس، فتقدر بأن كنترول والبكرة سواء لفوق أو لتحت فيبدأ يكبر ويصغر، خليها المستوى المريح لعينك، وبعد كده تبدأ تتعامل مع الصفحة. خلصت اعمل لها ريسيت فرجعها ل100% على أساس إنك تشوف الصفحة بشكل كامل. ما تنساش عينك على المنطقة دي عشان تلاحظ الوقت اللي فاضل لك. بعد كده تقدر تقول له تقديم الاختبار، خلي بالك لو انت قلت له اغلق قبل تقديم الاختبار الدرجات ما تبعتش للمدرس ولا كأنك عملت حاجة. هقول له تقديم الاختبار، قال لي تم الاجابة على كل الاسئلة، بيبدأ بأنه يفكرك لا يزال عندك وقت. طيب هل انت متأكد انت عايز فعلا تبعت السؤال ده؟ انت عايز فعلا تبعت الاختبار ده؟ تقدر بأنك تقول له لا انا عايز ارجع للاختبار، انا عايز اراجع، انا عايز اكسب وقتي. وتقدر بأنك تقول له تقديم الاختبار وإرسال، لا أنا متأكد من إجاباتي، ابعت الإرسال ده للاختبار. طيب دلوقتي الاختبار اتبعت للمستر على الحساب بتاعه، تقدر بأنك تعمل مراجعة للاختبار القصير. هل هنا قال لك السؤال الأولاني إجابتك فيه كانت صح، السؤال الثاني إجابتك فيه كانت صح، السؤال الثالث قال لك السؤال ده لسه لم يقيم، لسه ده مستني التقييم من المدرس، هيحط لك الدرجة انت خدت كام من 4، بعد كده هتظهر عندك، فلازم المدرس يقيمها الأول بعد كده الدرجة تظهر لك. طيب سؤال 4 اللي احنا تعمدنا فيه بأننا نكتب إجابة خطأ، قال لك بأن خلي بالك الإجابة ديت صحيحة تمام، إنما الإجابة ديت خطأ والصواب بتاعها بأنك تحط كلمة الرسول تمام. طيب ايه التقييم بتاعي؟ التقييم بتاعك 13.5 من 20، وده تقييم جزئي لان في مجموعة من التقييمات اللي انت هتاخدها بعد كده. تضغط على الصفحة اللي انت عايزها، ما تنساش انك تبقى تعيد الدخول، ما تنساش ان 13.5 ديت من 20 لان في سؤال من 4 درجات لسه ما تصححتش. لما تتصحح هيظهر لك التقييم بشكل كامل، ده بيعرض لك الدرجة بتاعت اللي تم تقييمه حتى الان، فتتأكد بأنه مفيش أي ساعة ما تيجي تاخد درجتك بشكل نهائي تتأكد بأن مفيش أي سؤال محطوط عليه علامة باللون الأبيض. هضغط له أغلق. أنا كده شفت الفصول الدراسية. طيب
وتعاملنا مع المخطط اللي احنا هيبقى فيه الحاجات بتاعتنا، سواء المهام اللي تبع الفصل الدراسي او المهام اللي بعيد عن الفصل الدراسي. ممكن اجيله على حقيبة الظهر. حقيبة الظهر ديت هي مجموعة من الملفات او مكتبة شخصية ليك تقدر تحط فيها كأنها شنطة الظهر بتاعتك، انت بتحط فيها الكتب بتاعتك. لنفرض بقى ان في ابحاث انت عايز تعملها او شغال عليها بس لسه مش هتقدمها لمدرس، تقدر تضيفها، تقدر تقول له هات لي جديد وبعد كده انك تحمله او تاخد المجلد او تاخد الرابط بتاعه. على سبيل المثال انا ممكن هنا مثلا ادخل واطلب منه صور لمجموعة من الطائرات، على سبيل المثال ممكن اخد الصورة ديت بعد كده اقول له كوبي لينك ادرس. لما انا هجيله هنا في اللينكية وهقول له هات الرابط، هيديني الرابط، تقدر تحط له الرابط في المنطقة ديت فتبدأ تضيف الرابط. تحب تسمي الملف ده ايه؟ تحب اسميه مثلا ايه او حرف شين؟ هاد لينك، حط لك اللينكية هنا، فانت احتفظت باللينك لأي حاجة. تقدر بأنك تعدله، تقدر بأنك ترفق بيه ملحوظة بأن اللينك ده خاص بكذا، تقدر بأن تنقل الملف ده وتعيد تنظيم الملفات بتاعتك او بأنك تحذفه. تقدر تحط الملفات اللي انت عايزها، طبعا لو انت رابط بالون درايف او بالجوجل درايف بتاعك، لو انت رافع عليهم ملفات تقدر بأنك تربطهم هنا، فتقدر بأنك توصل لملفاتك بسهولة على اكتر من حساب. في اكتشف بيبقى عندك مكتبة من مجموعة من الألعاب التعليمية والتطبيقات التعليمية وبعض الأخبار والصفحات اللي أنت ممكن تتابعها علشان تلاقي عليها إجابات أو تقدر إنك تستفيد منها. تقدر تعمله مشاهدة الكل على أي حاجة من الحاجات ديت، فتقدر بأنك تستكشف. هنسيب لك المساحة ديت تستكشفها أنت بنفسك. بالنسبة للرسائل، طبعا الرسائل اللي أنت هتبدأ إنك تستخدمها ما بينك وما بين الفصل بتاعك أو ما بينك وما بين المدرس بتاعك هتكتبها هنا وهتبقى موجودة هنا، وهي نفس الاستخدامات بتاعة الرسائل، ما هياش محتاجة بقى نشرحها. طيب المساحة ديت بيبدأ يظهر عليها الإشعارات الخاصة بالفصول اللي أنت مشترك فيها أو الرسائل اللي جات لك أو الإشعارات اللي تخص الحاجات اللي أنت ضمنها. ديت كده خلصنا الشرح بتاع ال كده خلصنا الشرح بتاع منصة أودمودو، ازاي تقدر تتعامل معاها ببساطة. تقدر بأنك تسجل خروج بعد ما تخلص. لو انت بتستخدم جهازك الشخصي ممكن تحتفظ بيه، تكتفي بغلق التطبيق وبأنك ما تسجلش خروج. شكرا ليكم، واتمنى بأنكم تزورونا في قناتنا كل شوية. نورتونا، سلام.